بقى الكلام ده مش داخل دماغي. صلاح اللي انت عايزاه ده هو نفسه هو بيطلبك مني، ما كانش مصدق نفسه لكن حاسس انه بيطلب حاجه ابعد من خياله. تيجي انت تقربها له وتقولي له اه. وما اقولش اقول ايه يا سيد؟ هو يتعيف في ايه يعني؟ مش ده صاحبك اللي متربي معاك وملازمك في الصغيره قبل الكبيره؟ هو عشان متربي معايا انا هرش، وعشان مربيك انت كمان عارف دنيتك فيها ايه. الموضوع مش ان انت عايزاه، في حاجه تانيه انا مش عارفها. انت لا ينفعك صلاح ولا اللي زي صلاح. جايز يكون كلامك صح، بس الكلام ده لما كنت ايه بتاعت زمان. يا سلام، وفات قد ايه على ايه من زمان لدلوقتي عشان تحكمهم ما بيننا؟ طول عمري وانا بحلم اخرج من الحاره دي باللي فيها. زهقت من العماير وبيوت المعفنه القديمه اللي متسنده على بعض. انا مش مستعاره من عيشتنا، لكن كل واحد فينا برضو بيدور على الاحسن. وايه اللي اتغير؟ اللي اتغير اني صدقت ان مفيش حاجه هتتغير. بص حواليك يا اخويا، لو فكرت اخرج هخرج بايه؟ يا بشغل يا براجل اللي عشت عمري كله بتمناه، اللي يجي ياخدني من الحاره دي. قلت لي بلاش شغل، قلت لك امين، والراجل من دول بيدور على واحده من عينته، لكن انا هياخدني على ايه؟ على حاجات كتير حلوه زي القمر، متعلمه ومن بيت كل اصول، ما كتير قوي زي، ومعاهم شهادات واحسن مني كمان، لكن هي ما بقتش بالمؤهلات. وصلاح على قد مؤهلاتك؟ صلاح هو اللي شبهي. شبهك يا بنتي فاهمين؟ صلاح ده هينكد عليك عيشتك، هيكرهك في حياتك اللي انت اصلا كرهاها. عارفه ريا ايه؟ وانت بتعندي مع نفسك؟ تقول اتجوز صلاح وعيش وخلاص، بدل ما اسيب نفسي تسوقني للي عايزاه. واللي ممكن برضه يمشيني في سكه غلط. انا كل اللي يهمني رضاك عني، مش عايزه ازعلك تاني والله. حبيبتي انا بتكلم لمصلحتي، فهميني كويس، انت الدنيا لسه قدامك وتقدري تحققي كل اللي نفسك فيه. حبيبتي الدنيا دي زي السهر، مره ترمي واحد ومره ترمي ست، بس اللي يقرص عليها ما يسيبش الدنيا تقرص عليه. اسمعي كلامي فكري فيه، والاخر مره اقولها لك، وحياه سيد بلاش، بلاش صلاح. لو جابرني عرفت يبقى اللي انت عايزه يا اخويا. سلطان مش موجود. ومين قالك ان عايز سلطان؟ انا جاي لك انت. جاي لنا؟ خير يا صلاح؟ ولو خير كنت هتشوفي وشي ما تركبش. انت عايز ايه بالظبط يا صلاح؟ ما تجيب من الاخر كده وتقول اللي انت عايزه على طول، علشان انا مش حمل هري. من ابو ناهيه كده، انا عايزك تسيبي موضوع القهوه ده خالص، تنسيه من دماغك، وكفايه عليك اللي انت شفطتيه. وانا كنت عملت لها ايه القهوه؟ ما هي متلقحه. بقول لك ايه؟ انت عارفه ان انا هرشك كويس، وصايع على صايع يعوروا بعض ويجيبوا دم. سلطان راجل كبير ولا مؤاخذه خرفان، وانت هتملي فيه وتحطيه في صدرك. انما انا بقى ابن مره، لا حد بيضحك عليا ولا حد بيملفني. ابوك عندك يا صلاح. ابقى روح يا حبيبي قول له كل اللي انت عايزه، وتطلعني من دماغك دي خالص. لا يا حلوه، انت اللي هتقولي له، وهتشيلي من دماغه فكره القهوه خالص، والا وحياه امي ما هسيبك ولا اطلعك من دماغي لما اخلي عيشتك مرار، واخليك تحصلي اللي سبقتك وتترمي بره الحاره. قشطه. جرى ايه يا صلاح؟ لو انت جاي عشان تحددني في بيتي، انت عارف سلطان لو عرف. سلطان لو عرف يبقى انت قضيتي على نفسك. فاهمه يا قطه ولا مش فاهمه؟ انت ايه؟ انت كدابه ولا انانيه ولا شطانه؟ قوليلي قوليلي انت ايه؟ مالك بس يا رحيم، انت بتعملي كده ليه؟ بعمل كده ليه؟ انت ازاي وحشه وسودة من جواكي قوي كده؟ انا عملتلك ايه عشان تاخدي مني الحاجه الوحيده اللي اتمنيتها في حياتي؟ وشك الحلو المزوق ده ازاي مخبي وراه كل القرف ده؟ جاوبيني. انت تعملي فيها شهيده؟ انا لا ضحكت عليكي ولا عملتلك حاجه. امال تسمي اللي انت عملتيه ده ايه؟ فضلتي ورايا لحد ما خدتي صلاح، خليتيه يبقى معاكي. نعم صلاح، انت باين عليكي هبله قوي. انت المفروض تحمدي ربنا ان انا خلصتك منه ومن مسخه، يعني المفروض تشكريني على اللي عملته. اشكرك؟ انت اكتر واحده اذيتيني، انا عمري ما هسامحك.
أنا ما حلمتش بحاجة كبيرة عشان تستكتريها علي. ليه كده؟ ليه؟ ليه؟ صلاح هو اللي جري ورايا عشان يطلب، وانتي كنتي قدامي. يعني حبيبتي لو كان عايزك كان جالك. يعني أنا اللي غلطانة في الآخر؟ طبعًا، ما انتي طول عمرك كده شايفة نفسك أحسن واحدة في الدنيا وبتاخدي كل حاجة من غير حتى ما تطلبيها، لكن أنا أرضى بأي زفت وأنا حاطة جزمة في بوقي. كفاية بقى، كفاية. انتي إيه يا شيخة؟ ارحمي نفسك وارحميني، الكلام ده ملوش أي 30 لازمة خلاص. أوف. يا سلام يا أم كلثوم، الله يرحمك يا ست، بتنحر من قلبها زي ما تكون موجوعة بالظبط. وزي ليه يا خال؟ مش يمكن تبقى موجوعة بجد؟ هو في حد مرتاح الأيام دي؟ وهو على أيامها كان في شقة زي الأيام دي؟ كان زمان الروقان وعز العز، حتى التعبان فيه كان مرتاح. مالك يا حبيبتي، في ايه؟ مفيش، رحت في وصلة النكد اللي انت مطربقها على دماغك. ليه كده يا حبيبتي؟ اسمتي ونصيبي، هعمل ايه؟ سيد خطوة عزيزة يا ابني. طب انا حوصل اجيب حاجة وارجع على طول بالاذن يا ابني. تشكيلي لابويا يا ميسا. لقيتك مسترخص مع عزتي، قلت اسوق عليك اللي عمرك ما هتكسفه. صح، عشان كده انا جاي اطوع ورديه واسمعك الكلمتين اللي عايزه تسمعيها. بس على الحرام يا ميسا، لو اشتكيتي لحد تاني اللي هتشوفي اوسخ وش شفتي في حياتك. جرى ايه؟ جبت القسوه دي منين؟ كل ده عشان غلطت مره. مره يا سيد؟ ما انت ياما. انا عمري ما كدبت عليك من ساعه ما فتحت لك قلبي، حتى اوسخ سنه في حياتي خبيته على الخلق كلها، على اخواتي، على ابويا اللي انت ركبتيني حقه، بس ما خبيتوش عليك انت. وانا كدبت عليك في حاجه عفشه؟ انا داريت عليك عشان المصلحه، ولولا خوفي منك انا كنت عامل منك ليه؟ وانت كل واحده فيكم تركب الغلط تيجي تمسحها في خوفها مني، وانا ايه؟ قول. وانتوا شفتوا مني ايه غير طبطبه وحنيه وعشره ما طمرتش فيكم؟ عملت لكم عشان تخافوا مني. ما تنطقي يا ميسا. الكلام مالوش عايزه يا عين ميسا. لو انت شايفني وحشه وبنت كلب وما استهلكش يبقى خلاص سقط عليك قلبك وهو يقولك. مش قبل ما اصفى من ناحيتك ولحد ده ما يحصل ما تسالنيش في حاجه. انت فاهمه؟ بوشي أنا أسفة لتاني مرة. اللي هو إيه ده يا حبيبتي؟ أرجوكي ما تصعبيش عليا الحكاية بزيادة، أنا عارفة إني غلطت وضيعت الفرصة إن أنتي تديني، بس صدقيني كان غصب عني. أنتي مش بس ضيعتي منك فرصة ما كنتيش تحلمي بيها، لأ أنتي كمان خليتي منظري أنا زفت قدام الناس. وعلى فكرة أنا عمري في حياتي ما حد عمل كده معايا. فاهمة، فاهمة يا بوشي، بس صدقيني أنا مش قصدي خالص إني أبقى السبب في ده، بالعكس أنا عشان يهمني معرفتك جيت أتأسف لك تاني وأعرفك الظروف اللي مريت بيها في البيت. وإيه بقى اللي اتغير في ظروفك دلوقتي؟ إني هتخطب. وإنتي بقى فاهمة إن ده حل؟ بالعكس ده هيصعب أمورك أكتر بكتير يا شاطرة. إلا إذا كان هيتقبل اللي أنا هعمله وهيساعدني كمان. وده مين بقى الاوبن مايند ده؟ صلاح. صلاح؟ صلاح اللي ريحة بكلمتك عنه. مش عارفة؟ بس ده اختك بتحبه، ازاي هتتخطبي له؟ هو طلبني انا عادي. ورحاب عرفت؟ دي منهارة، بس عادي برضه بكرة تتعود. خرب بيتك، انت فعلا قدرتي تعملي كده في اختك؟ عشان اعرفك اني مصممه وعايزه اوصل، بس كل اللي انا محتاجاه منك انك تديني فرصه تانيه وانا هشرفك والله. ما خفتيش عليها؟ هي اللي عملت في نفسها كده وانا استفدت منها مش اكتر.
يبقى نفضها سيجا يا فندينا ونجيب رقبته ونخلص. احنا على اخر الزمن هنعمل حساب لجعيري زي عربي ده ولا ايه؟ شوف بالذمه الكلام، اقول له طور يقول احلبوه. ما تقبض تاخده بطل جعجع، هو فرش طرش منك تقطع رقبه اللي هرش ولا ايه؟ وانت ليك فيها يا سيد؟ يابا انت تمامك تقعد هنا تتعلم وتسمع وبس، ولا هتعمل فيها حاجه؟ عوض يا تظبط كلامك يا فارد. سيد عنده حق، وشوميه اهلك ما تنفعش في الحوار ده، فاهم يا فندينا؟ مش كده بصراحه معلم، حاجه تحت الدم، بس انا شايف نفسك كده. قول يا اخويا، طالما قلب البحر اللي اسمه عربي ده عارف يقوم الموج علينا عشان يبلعنا، انا شايف ان احنا امال حبتين، والموجه هتعدي وساعتها ترمونا على الشط، ساعتها بقى نشفي ونقطع. يبقى ما بتشوفش؟ هو في يا معلم رجالتك حصل لها ايه؟ واحد مش فاهم حاجه والتاني عايز ينخس النسوان، هو في ايه؟ اثبت معلمك بقى يا سيد. ماشي يا ابن عمي، دلنا انت عطل. اولها كده طيب، تقطع معايا العشم عشان ما يقلش منك قدام المعلم بتاعك. تانيها يا معلم، الليله من ناحيه عرابي برشام على الاخر، ما ينفعش تبقى عليه. امال على مين؟ على ايه مش على مين؟ الحاجه اللي رايحه له لو هي الكف اللي هتتسكي بيه لازم تتقطع قبل ما تمد عليها. المهم ما تشغلش دماغك، الليله دي انا هخلصها لك في سنتي. المهم دلوقتي انا عايزك كده في موضوع على انفراد، مش هينفع كده قدام الناس على هوا. صلاح. ايه يا دكتور؟ ايه اللي موقفك كده؟ ده انا واقف مستنيك بس. خير يا صاحبي؟ انت عايز توصل ليه بالظبط يا صلاح؟ في ايه لا مؤاخذة؟ موضوع ايه؟ وده في ايه غلط؟ انا راجل جاي دغري ودخلت البيت من بابه. ايه؟ ايوه اشمعنى ايه يعني؟ والحاجات دي فيها اشمعنى يا دكتورة؟ القلب ما يريد يا اخي. هو بس هي في سكة وانت في سكة تانية خالص. الحب بيقرب السكك يا ابو حميد. احنا شباب زي بعض وانا عارف انك هتفهمني. انا بقالي زمن بحب اختك وكاتب. وكنت بقول نفس كلامك. انت فين وهي فين؟ انت من سكه وهي من سكه يا ابو صلاح. بس قلت خلاص مفيش فايده. يا جدع مش عارف اطلعها من دماغي. قلت استجدع واخد خطوه زي الرجاله واللي يحصل يحصل. طب لو قلت لك انها مش هتناسبك ومش هتعرف تعيش معاها عشان دي اختي وانا عارفها اكتر منك، هتقول ايه؟ اقول لك شكرا على النصيحه يا احمد. بس انا لو بحبها هستحملها. وهيبقى على قلبي زي العسل كمان. في حاجة تانية يا أحمد؟ لا صلاح خلاص. مش عايز حاجة؟ شكرا صلاح. ماشي يا دكتور. تعجبني أنا أوي الدماغ المتكلفة دي. أهو الخازوق ده أنقح من اللي قبله. بلى هيطلع بالنافوخ عرابي بالدم. وحياتك لا خليه يعلق يفطر على صدره مكتوب عليه فضل الأسمر يقول حزموني. حلو. ارمي بياضك بقى يا سيد. ما هو مش معقول الخطفه دي والكلام الفرداني عشان موضوع عرابي بس، والا كنت نقيته جوه قدام جوز الخرفان. جايبني انت برضه. انت مجربني وعارف شغلي. حصل. عشان كده هجيلك في العيد. مفيش حد بيحب غيره اكتر من نفسه، صح؟ معلوم. وانا بحب نفسي وكنت عايز اكبر. طب ما انت بقيت كبير رجالتي، ولا لسه مستني اماره تانية؟ امارتك ان انت تخليني اعمل اللي انا عايزه. انا راجع من بره معايا قرشين. كنت عايز اشغلهم في السوق. عايز تسيبني يا سيد؟ هو احنا لحقنا يا ابني؟ ومين اللي قال كده بس؟ كلامك ملوش سكه ثانيه. ليه؟ وانا غشيم ولا قليل الاصل؟ انا هفضل معاك زي ما انا، تحت طوعك وتحت كلمتك، كل الحكايه ان انا عايز اعمل حاجه عشان بكره. بكره بتاعك ده معايا انا، ايه اللي اتغير؟ اللي اتغير الدنيا عماله بتجري، وانا ورايا كوم لحم وعلى ايدك، الطلقه بتيجي في ثانيه، مش عايز اروح فيها وما اعملش حاجه للعيال دي. ما تلفقش. يا تنطح مع رجالتي يا تنطح فيا، السوق ملوش تالت. لا ليه تالت، بس انت تسمعني. اعتبر المحل عليه يافطه مكتوب عليه فوضى الاسمر زي ما هي، بس فوضى الاسمر من الباطن مأجر لابن اخوه الصغير. طب وحق اللي اسمه حبيبك وبيشاور لك على السكه ويديك النصيحه؟ وقتي وعلى الترابيزه. مش قبل ما اقلبها في دماغي تاني يا سيد. قلبها ودورها مليون مره، وانا مستنيك. بس ما تزعلش من اخوك. بإذن الله. بالسلامة. ما تنام يا ابني بقى. خير يا غالي، عاوز حاجة؟
انك عمال تفرك وعامل نايم، ركبتني العصبي. طب ما انت بردك من ساعة ما جيت من الشغل عامل نفسك نايم وانا ما قلتش حاجة. غلباوي كمان. طب يا سيدي انا عارف انا سهران ليه؟ انت ايه بقى اللي مسهرك؟ خاف اقول لك تتريق عليا. اصلي مستخسر النوم في فرشتي. انا بقول لك ايه؟ انا غير الناس هنا كلها خالص. يعني جو نص الكلام ده انا ما بفهموش. بص يا سيدي انا هقول لك. اصل انا من ساعة ما جيت على الدنيا نايم في فرشة مش بتاعتي. دايما حاسس ان في يوم من الايام هسيبها. لكن من ساعة ما جيت هنا وانا مش مصدق ان انا نايم في بيتي. فشيت لوحدي. مش عايز اضيع الوقت في النوم. عايز اتبسط بيها. طب اطلع. اطلع من جنبي يا ابني. انسى نومه الارض دي خالص. اقول لك ايه يا ابني؟ هنا ورايح تنسى الكلام اللي انت بتقوله ده. انت لسه صغير. ما لما تكبر بقى وتشوف الدنيا على حقيقتها هتقول ايه؟ الدنيا يا خالي ما تفرقش بين كبير وصغير، كله بيدوق منها، بس اللي هرشها من صغره هو اللي بيعرف يلب فيها لما تشد عليه. لا ده احنا شكلنا هنقعد مع بعض كتير. يا ريت يا خالي، يا ريت. وان كان عليا مش هسيبكوا تاني ابدا. وقت في نور. يلا عايزين ننام. اخلص. لو بتشخر هنزلك تنام تحت تاني. بقى انت اللي تقول كده معلم سلطان؟ واكتر يا سيد. صلاح ده لو اخر راجل في جمهوريه مصر العربيه برضه ما تديلوش واخده. والله؟ طب ليه؟ عشان ده ابني. وانا واكله وشربه وعارف وسخته فين. معقول؟ معقول يا سيد تديله ايه؟ الورده المفتحه اللي لسه بريحتها انت عايز ترمي اختك في الزباله ليه؟ زباله؟ زباله ايه يا عم سلطان؟ بقى انت دلوقتي اللي بتوقفها له؟ ايوه يا ابني. كل واحد اضرب صلبه. وصلاح ده بير وساخه. انا ما رضاش ان الوساخه دي تلط واحده من اخواتك. حواراتك انت وابنك دي تحلوها على جنب. ما تقعدش تهيج دماغك على الفاضي. انا عارف انت بتقول كده ليه. عشان الكلام مش جاي على هواك صح؟ اه صح. البنت عايزاه والواد شاريها. حاولت معاه مليون مره بس هي راكبه دماغها. عامل لهم ايه يعني؟ حتى انت صلحت اخويا وفي كتفي من ساعه ما وعيت على الدنيا. ما يتعملش معاه كده يا عم سلطان. امال يتعمل معاه ايه؟ نسيبه يمرمط البت ويبهدلها ساعتها بقى نقعد نقول يا ريت اللي جرى مكان. يا ابني فكر واعل الكلام قبل ما ترصه كده وتقعد تقول لي اخويا وفي كتفي وانا في ظهره والشويتين دول اللي ما يجيبوش امهم ساعتها. خلص يا عم سلطان بقى كفايه كلام. ماشي على رايك كفايه كلام. بص بقى يا عم سيد احنا هنأجل الكلام في الموضوع ده لغايه ما ازور ابوك واحكي له وهو يشوف له صرفه. ابويا يا عم سلطان وانت بتستقلني؟ ما كلمتي انها ما انت فاهم يا عم. لا لا لا, لا. عشان ليه؟ استقل لك ايه؟ ده انت سيد الرجاله يا سيد. بس بصراحه بقى الكلام ده ما رضيش ربنا. رضا الاب من رضا الرب. وانا ابوها وراضي. مات الكلام. مات الكلام يا سيد. بس عشان خاطري. فكر وعي. يا اختي تهدي بقى. احنا كنا فين وبقينا فين؟ على الاقل دلوقتي لما بقى يسمع حسك بيرد عليك. على القد اه بس حلو برضه. الحمد لله. احمده. انت هتقولي لي على سيد وحنيته. عارفه يقول ايه؟ واحنا صغيرين لما كنا نتخانق حتى لو كنت انا المحقوقه كان يا حبيبي فرشته ما بتتفاش رايح جاي من الصاله للاوضه لا على حمي ولا على بارد. كل ده عشان يصالحني. صح صح على يدي. وكان ما يقدرش ياخد اللقمه في بقه ولا يحن بيها حنكه غير لما يسمع منك كلمه رضا. قولي يا اختي قولي. ما انا اصلي مختوم على قفايا وممضي عليا من اتنين عور. ليكي حق ما تصدقيش. هو ما كانش قوي كده يعني. ايوه كده. كان يخش عليا يا اختي الاوضه يقعد يخبط ويرقع ويعمل صوت لحد ما اصحى. اعرف انه كان عايز يصالحني بس مستكبر يا اختي. انا مرتاح ويخرج هو مبسوط. وما نفتحش الموضوع ده تاني ابدا. ما هي دي بقى ليله الذكر اللي زي اخوكي. قلبه ما يطوعوش ان هو يغضب الغلبان. لكن كرامته تنقح عليه قوي فقولت معلش. اه يا اختي. باين ان احنا عيد وتهاني. بشوفها في ايد النعيم بحس انه عايز يسامحني وياخد الواد في حب. بس مستكبر.
ايه؟ مش ناوي بقى تروق وتصفى كده ابو السيد ولا ايه؟ حلوه ابو السيد دي، من انت صغير ما قلتليش. ايه؟ بتكسف ياض، ده انا اخوه. عارف ياض يا احمد؟ يوم ما اتولدت انت ورحاب كانت فرحتي ساعة الدنيا واللي فيها، بس مش على رحاب، كانت عليك انت. فعلا؟ بس انت ما كنتش وحيد يا سيد يعني. ده انت ونصرة كنت ولا الاثنين الرجاله اللي اخويا. كنت هاجي انا زود ايه يعني؟ زود كتير. كتير قوي يا احمد. في فرق كبير لما يبقى ليك اخ طاقة. دمه من دمك. بيقف في ظهرك وبيسندك وبيشيلك لو حد داس عليك. انت فاهم كلامي ولا لا؟ هو انت كنت شايفني كده يا سيد؟ مش دايما. مش عارف كنت خايف ولا افرح ولا ازعل ولا اعمل ايه. بس كنت خايف لا تطلع زيي. قلبك قاعد وبتتعامل مع الدنيا بغباوه. وفي نفس الوقت كنت خايف ما تطلعش زيي. تبقى اخويا بالاسم وبس. لا اعرف افضفض لك ولا اتكلم معاك ولا اسمع منك. انا مش لازم ابقى شبهك يا سيد عشان تفضفض. اللي بيفضفض اللي شبهه ده بيبقى بيضحك على نفسه يا سيد. انا هيفيد بايه كلامي وهو بيكرر كلامك؟ انا في دي بالذات لازم اكون غيرك عشان اعرف اقول لك حتى اللي انت مش شايفه. صح. العلام حلو برضه. الموضوع هيخلص بسرعه. مش عشان هو قلبه طيب وبس. انا امبارح كنت عند الحاجه ام صلاح. اه يا اختي. وبعد ما دعكت لها رجليها دعت لي دعوه. حسيت ان منها ساعه رضا من ربنا. قمت خليتها تدعي لك انت كمان. ان شاء الله يخليك يا اختي. وتقوليش يا اختي الوليه في عمار بينها وبين ربها. ما مساش عليا الليل في الكباريه الا وفرجت من واسع. خير يا اختي احكيلي. لقيت راجل كده متلمع كده وطول بعرض وداخل عليا. قال ايه؟ قاعد مستنيني طول الليل في الكباريه. جرى ايه؟ جرى ايه يا وليه؟ احنا مش كنا خلصنا من الموضوع ده؟ قلنا رأس وبس. الله، جرى لك ايه؟ ما انت عارفه ان انا بطلتها من زمان. يا بنت ده مخرج سين عايز يعمل لي فيلم. اه والله. بس مش عارفه كده اسمه ايه يا اختي، استني ما اطلع لك الورقه. قال ايه؟ دوكو ديكو حاجه كده. يا ديكو؟ ايوه. اوعي يا بنتي يكون سيكو سيكو بيقول ديكو. يا بنتي يا نصره وخف من دمك. سيكو سيكو ايه يا بنتي؟ ده فيلم. ايوه فيلم توثيقي، فيلم تسجيل، ايش عرفني يعني. او المهم ان هو الفيلم ده كله هيحكي قصه حياتي ويقول ازاي ان انا كنت رقاصه مشهوره واعتزلت الفن والحاجات دي يعني. المهم بقى ان هم فيهم قرشين زغابه. والنبي يا اختي تستاهلي كل خير. ربنا يوفقك يا اختي يا رب. ويحنيني انا كمان ويريح قلبي بكتفين اخويا وابني. قادر كريم يا رب تجمع بينهم بالحب يا رب. يا رب ان شاء الله يا اختي. ان شاء الله ان شاء الله يا حبيبتي ان شاء الله. مش ناوي تروق لاختك نصره ولا ايه؟ اختك وجعتني يا احمد. عايز حق ربنا. انا ما كنتش اعرف حاجه عن جوازه من عبد الحليم ولا عن الواد. امال ازاي قلت انك ما كانش ينفع اسكت. كان ينفع زغاره قدامكم عشان نصر اختكم الكبيره. ما كانش ينفع اكسرها قدامكم. بس برضه ما قدرتش تسامحها سامي وحملتها كل حاجه. صح؟ ما جاش في بالك انها ممكن تبقى بني ادمه يعني زينا عادي وتغلط. وفي ايه؟ في ناس كنت بقى بتحبهم ما بتستعملش تشوفهم زيك. تبقى عايزهم انضف منك بكتير. جايز تقدر تسامحهم بس تنسى؟ لا. هتنسى ازاي وانت بتشوفهم كل يوم بيتغيروا قدام عينيك؟ بس دي انانيه يا سيد عشان احنا ما نعرفش هم ظروفهم كانت ايه. احنا ممكن نتحط في حاجات اكبر من كده كمان. بس ساعتها احنا هنعرف نبرر لنفسنا وللناس كويس قوي. بس انا اقول لك بقى لما بتيجي من اكتر حد انت بتحبه ما نقدرش نسامح. مش عشان هو غلط، لا، عشان احنا بنحس ان احنا اللي غلطنا، ان احنا وثقنا فيهم قوي كده.
ممكن توصل ان احنا نكره اللي بنحبهم عشان بس نعرف نحب نفسنا يا زياد. ولو ما قدرتش هنخسر يا زياد، هنخسر فاهمين ان هو ملك كده. بس لا، ان احنا اللي ملكه عشان احنا اللي بنحبه، وهو ده اللي تعبنا. خلاص بقى يا سيد، بقى مش مستاهله بقى ولا ايه؟ صح عندك حق، مش مستاهله. ايه الاحراش اللي انا واقف فيها دي؟ غاب التين شوك. ايه يا حمامه انت فين؟ انت فين يا شبح جنبي؟ فين؟ انا مش شايف اياته غير تين شوكي. انت في الصندوق الاسود ده؟ ماشي يا اسطى. يا بقى كده. امال كنت فاكرها ازاي؟ عاوز تقعد وتجري؟ طب انت اقفل، فاهم رجالتي ايه؟ اقفل زيك. حاسب على كلامك يا فودة. المعلم فودة يالا. اوعى تكون فاهم اللي عملته في المصمت ده هزاني. انت شريط الاياحة يا نبيل، فاهم؟ اخرك تهوهو على الغلابة، انما تزوم علي انا اشقك ما تلحقش تندم. اشقك؟ فودة انت فاكرني يعني عشان انا بديك احترامك في الدخله وفي الخارجه ومقامك بقيت لواء واجب التحيه؟ لا يا فوده، خلي بالك ان انا عارف اصلك وفصلك كويس وهرشك، يعني لبه فتحيه ولا حاسب الحكومه يالا، فما تعملش كبير عليا عشان انا ما بتهتش، واخد بالك؟ مشيرك تقع تحت ترسي واقطعك. بقى كده تعرف حلاوة البقين العفشين اللي قلتهم دول ايه؟ أكري عليك حتة عيل صغير يلوشك رصاصة ونخلص، لكن لا، ساعتها هعمل لك قيمة وأنت ما تستاهلش. أنا هوريك قرصة فوضى الأسمر اللي بتطلع بالدم، وابقى صباح لي على نفسك يا حضرة الأمين. وإيه اللي مخليك مالي إيدك كده؟ ما يمكن ما يوافقش ولا يعمل فينا مغرز. فودة ده تعبان. هيوافق وبكره تشوف. بعدين مغرز ايه؟ عمرنا جبنا ورا ولا انت قلبك خف يا صلاح؟ انت عارف يا صاحبي ان انا قلبي مش خفيف، بس احب اوزنها، وهي بصراحه مش عايزه تدخل دماغي. ازاي اسيبك تكبر بالسهوله دي؟ الراجل محمل عليك في كل حاجه، هيسيبك تخلع من تحت باطه كده؟ ومين قال لك ان انا عايز اخلع؟ السوق كله في عبه، يعني مين محتاج مين اكتر من التاني؟ انا ولا هو؟ كلام موزون يا صاحبي، بس لازم نحرص برضه. عملت يا صاحبي في اللي انا كلمتك فيه؟ في ايه يا صلاح؟ انت عارف ابو السيد. لا يا صلاح، مش هينفع. ليه؟ ليه؟ ليه يا سيد؟ اسمع صلاح بقى ومن ابو ناهي، احنا اخوات مش كده؟ واكتر يا جدع. هجيبها لك على الرايق عشان نخلص. الموضوع ده تنطره من دماغك. هي مش ليك ولا عمرها الكليه. ولا عمرها الكليه؟ ومالك بتقفلها في وشي كده يا جدع؟ وانا ايه عيب يا سيد؟ قول عيب معلمش عليك في ايه؟ غير يا صلاح، هتنسى نفسك ولا ايه؟ هتنسى احنا مين؟ وهتفتكر شويه الفلوس اللي معانا دول هيعملونا بني ادمين؟ احنا مالناش داعي عند حد. واسطوانه الحب والشحتفه دي ما تصرفش معايا، عشان احنا عمرنا ما عملنا لصف الحريم اي قيمه. يا جدع انت دنيتك كلها ماشيه من ورايا في الصغيره قبل الكبيره. لما بغفل عنك ثانيه بتقع وتقول الحقوني. دلوقتي لو حصل لي حاجه يا صلاح هطمن على البنت ازاي؟ هتفهم. افهم ما تبقاش غبي. لو ليك اخت هتجوزها لي؟ هجوزها لك يا سيد. وانا مش هرضى اعمل فيها كده. نهايه الكلام، الموضوع ده هيتقفل، بدل ما كل مره اسمعك كلمتين يزعلوك. وانت هتسمعني ايه يزعلني تاني يا ابو السيد؟ ما انت جبت كل اللي مخبيه في عبك بقالك سنين. متشكرين يا صاحبي. ياض اسمع ما تبقاش غبي. ناقصاك انت كمان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا بولبول؟ ده ايه اللي بيحصل ده؟ لا مؤاخذه، ده المعلم بيبيع نصيبه. يلا قاعد روح شوف شغلك. يلا الواد ده بيتكلم صح يا سلطان ولا ايه؟ صح يا نبيل، وانا قايل لك قبل كده في ايه؟ برضه عملت اللي في دماغك؟ انت ايه يا جدع؟ انا رايي عندك ملوش عزه
انا بحالي كده عندك ماليش عزا. يا عم لم جناحاتك بعيد عننا، انا بعت نصيبي، نصيبك زي ما هو. ايه بقى رايك له عزا في الحكايه في ايه؟ لا لا يا اسطى، ما فيش ولا بيع ولا شراء ولا اي حاجه من دي هتحصل. بقول لك ايه، اتكلم على هاتك يا نبيل عشان ما ازعلكش. انت تعملها معايا انا؟ اه اعملها معاك. يلا يا عم من هنا يا عم. السلام عليكم يا استاذ نصر. اهلا يا معلم. انا قلت ما ينفعش اخر زيارتي ليكي اكتر من كده. الف سلامه على رجلين ست بنات المنطقه تما. الله يسلمك. لا مؤاخذه سيد مش هنا، مش هقدر اقول لك اتفضل. اه بس الدكتور موجود وسيد جاي ورايا. هو فين؟ دكتور تلاقيه نايم له ساعتين قبل ورديه الليل. بس بردك حسه في البيت، يبقى احنا ما عدناش الاصول. ها آه. قولي لي يا ست البنات عامله ايه دلوقتي؟ وزي ما تبلغونيش يصح بردك اعرف من كلام الناس كده. الناس ياما بتهول يا معلم، الحكايه بسيطه مش قد دوشه الدماغ. لا 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 لا، ما تقوليش كده يا ست نصر، ده انت غاليه عندنا كلنا. الا بالحق، مين الواد الصغير ده اللي كان نازل يجري على السلم من عنده؟ واد مين؟ اه ده عمر ابن خالي الله يرحمه. لما ماما ماتت هي كمان، السيد قال يجيبه هنا يونسنا وهو ياخد بايدي في البيت والشغل. ابن خالك انا هون، وانتوا حالتكم غير خالك رضا. بس ده مات عازب. اه تكوني قصده اخوه من زكية اللي ابوه اتجوزها في اواخر ايامه. ايوه هو ده. ايوه الله يرحمه، ما فرقش البلد ابدا غير بقى لما قابل رب. كلنا هنقابله، محدش متبت فيها. اه يا اخويا سيد جه اهو. لا مؤاخذه معلم، اتاخرت عليك. ولا يهمك يا ابو السيد، بركه انك وصلت بالسلامه. الله يسلمك. عملنا شاي يا نصر. حاضر. شوف يا ابو السيد، انا قلبت الكلام في دماغي، الكلام عجبني. طب حلو. مش بس كده، انا كمان ظبطت لك الناس اللي هتقابلهم عشان ترمي بياضك. ماشي، في ظرف اسبوع هتلاقي المهر حاضر. لا لا لا، دول مستنظرين قبل كده. شاحن معايا سيد ولا ناوي تصغرني؟ مع شويه كده صغرك يا معلم، اقل من اسبوع هتلاقي المهر عندك. مالك يا صاصا؟ مش عوايدك يعني تقلب معاك بسرحان كده من اول كاسين؟ جدع بت، ما بقالكيش معايا شهر بس عرفتيني تمام. هي فعلا طلبت بسرحان. هو انا لازما يعني انام في حضنك 20 سنه عشان ابقى عارفاك؟ طب ده انا من اول ليله حجزت عندنا فيها واول تبس اديتهولي وانا عرفتك. غيرك بقى ما عاشرني بقاله عمر بحاله ولسه ما عرفنيش. انت متجوز؟ كنت طلقتها قبل ما تسمعني كلام من اللي سمعهولي. ده انا كان كتفي في ظهره عمري بحاله. عارفه كنت مستعد اموت نفسي ادوس في الحديد عشانه، بس طلعت عيل هفق في نظره ولا ليا لازمه. يا خيبتك، ما مش غلطته، غلطت انا ابن 60 كلب، زليت نفسي وهنت نفسي وفاكرها مجدعه وصحوبيه، وهو واخدها مهانه وذل وخيبه امل. طب والنبي يا اخويا ما تزعل نفسك، مفيش حاجه تستاهل، ده انت سيد الناس كلها، مفيش حاجه يعني بتقف على حد ولا عشان كلامه. سبت اقف عشان واحده يا اختي، عشان كده هو موقفها لي. يا رحاب صلاح ما يستاهلش اللي انت بتعمليه في نفسك ده. انا بحبه يا احمد، بحبه، هو ما قدرش الحب ده. مش بس كده، ده بيطلب ايديا كمان. انا مش عارفه اعمل ايه، مش عارفه اللي بيحصل معايا كده من اقرب الناس ليا. طب اهدي يا رحاب، ما تعمليش في نفسك كده عشان خاطري. بعدين صلاح ايه ده اللي انت بتحبيه ده؟ لا نفس تفكيرك ولا نفس دماغك خالص يا رحاب. حبيته يا احمد، حبيته، بس اكتر حاجه هتموتني بقى ايه، هي عارفه انا بحبه قد ايه.
مش عارفة بتعمل فيا كده ليه؟ هو مش فارق لها أصلاً. اعمل لها الذنب يا رحاب. هو اللي جه هنا وتقدم لها. أنا بنفسي رحت اتكلمت معاه وهو قال لي هو بيحبها. أنت مش في باله خالص. هو قال لك كده؟ أيوه. هو قال لي كده. أنا مش عارفة أنا عملت إيه بس عشان يحصل معايا كل ده. إشمعنى أنا؟ يا رحاب أنت أكبر من كده بكتير. ما تحطيش نفسك في موقف زي ده. بعدين هو حر. خلاص خليه يجري ورا اللي هو اختاره. أنا مش عارفة أعمل إيه في نفسي ولا في قلبي اللي بيوجعني كل يوم أكتر من اليوم اللي قبله. ما تعمليش حاجة يا رحاب. الأيام هي اللي هتعمل. هي اللي هتنسيكي من غير ما توجعك. وهي اللي هتخليكي تتقبلي الحقيقة دي زي ما هي كده. لأنك ساعتها هتحسي إنك كسبتي نفسك ومشاعرك. أما توفريها بقى لحد يستاهلها يا رحاب. Exile.
تمسك تراب عبادها وساعات تعلمك الأدب وأنا اللي عليك ديني كتب أغلب لحد ما وده لي سبب في الرجوع كذب لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.